دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاج وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي. فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية شوية اخلص سمحت. يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما اروح. الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت. الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته. الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قال لك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبه ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مره من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافاه؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل. اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعكم فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم. تعال هنا. اوكي دونت تاتش. Don't touch. Don't touch. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا اخوي. Fine. انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا اخوي. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اداه جزم؟ ايوه. يستطيعه فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش يا فندم، يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولد، بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزه يا معالي الوزير. انا مش قادر اصدق لا وداني ولا عينيا. سعاده الوزير، انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسه، هو ده اللي هيعدل الميله وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس، الموضوع جه فجاه. فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد يومين ثلاثه نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا.